نعود إليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق من أمام قصر العدل، حيث يتم تنفيذ اليوم وقفة احتجاجية ضد مغتصب أطفال البقاع وأيضا الذي اغتصب حوالي 20 طفلا في منطقة البقاع وتحديدا من منطقة القاع. اليوم عم نشوف بأنه الفنانة عفوا مايا دياب ونواب التغيير وخصوصا النساء موجودين بهيدي الوقفة هون أمام قصر العدل. هي وقفة غضب ضد قاتل الطفولة والمختص بالياس ظاهر الذي اغتصب 20 طفلا في البقاع. هيدي الجريمة اللي هزت عرش البراءة المتبقية بهيدا البلد. عم نشوف بأنه أيضا نواب التغيير منهم نجاة صليبة وأيضا سنترا زرازيري والفنانة مايا دياب. يعطيك العافية، أول شيء وجودك بحد ذاته هون لدعم هيدي الوقفة، وقفة الغضب، بوقت اليوم عم تتكرر هذه الجريمة، شو بتقولي اليوم للدولة اللبنانية والقوانين اللي مفروض بأنها تجرم هيك أنواع من رح قلك شو، هيدي الجريمة تتكرر كل يوم بكل الأماكن، بالمدرسة، بالكنيسة، بالسياسة، بالشركة، بالبنك، افريوان، ببناية، مع الجيران، بالدكان. إذا بدك نزيح شوي لأنه ضجة ورانا قوية. اللي بدي أقوله أي إنسان بيتغاضى عن حق الأطفال اللي اغتصبوا بدي أقوله الله لا يجربوا بولاده. بدي أقول لأي قاضي عنده أولاد يطلع بابنه أو ببنته ويحط حاله بنته أو ابنه مكان هالأولاد اللي اغتصبوا، اللي استدرجوا بالمخدرات أو المخدرة اللي نحط بهالعصير لحتى يغتصبون هيدا الإنسان. اوعى يطلعوا بحجة إنه هيدا الإنسان ما كان طبيعي، لأنه سمعت دائما بتكون هيدي الحجج طبعا لحتى يخففوا عنه. مرته مستهجنة، أنا محلها أول وحدة أنا بقتله، أنا إذا كان جوزي بقتله بريح منه كل الضيعة بصراحة. بدي أقول اليوم الإعدام هو أقل حق يؤخذ لهالأطفال العشرين كلهم. إعدام الياس بيعلم كتير البلد، وبما أنه نحن لايف وأنا بنبسط أنه SBI كل الوقت موجودة everywhere بكل المواضيع الشائكة والمجتمعية والمدنية. وقفوا من كم أسبوع قالوا أنه نحن ضد المثلية الجنسية، مجتمع جاهل كافر ما عارف وين نحن رايحين. يمكن كلمة جاهل بتفسر كل إنسان أخذ هيدا القرار بالمثلية الجنسية. أنا بدي أقول له إن الشذوذ الحقيقي هو المغتصب مثل الياس الظاهر، خدوا في قرار هيدا. وان اثنين، الفعل اللي عمله الياس الظاهر بغير سلوكية الأطفال الجنسية وبخليهم يصيروا مثليين، هيدا سبب من الأسباب غير اللي بيخلقوا أصلا عندهم هيدا علم النفس وعلم الاجتماع كله طبعا. فنحن إذا عم نحارب نتيجة موضوع معين بيودي للناس أوقات بأسباب معينة إنه يصيروا مثليين، يا ريت منروح على السورس الحقيقي اللي هن هالناس المرضى القاتلين الحقيقيين، ومنقطع الموضوع ومنبلش بالياس الظاهر إنه يعدم لنشوف إذا بيتربى البلد أو لا. بارح بمصر أنا وياك ميرا أشرف بارح عم بتطلع تحية للقضاء ولكل سلك القضائي بمصر، بشوف قاضي واقف عم بيقول عم نحاول قد ما فينا انه اعدام القاتل يكون مباشرة على التلفزيونات. هيدا ليه؟ هيدا ليربوا وليعلموا كل الناس انه هيدا الشيء منه حق لأي انسان يخطف روح اي انسان تاني. شكرا لك على هيدي المداخلة. اليوم عم بتشارك مايا دياب الى جانب نواب التغيير نجاة صليبة. اهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. يعني اليوم هيدي الوقفة لها رمزية مش بس معنوية، انتم اليوم عم بتطالبوا بيصير هيدا الشيء بنوع من تجريم الاغتصاب وتحويله الى ماذا؟ الى الاعدام؟ ابدا، نحن ضد الاعدام لانه هيدا حق الحياه، ما حدا ولا انسان تاني بيقدر ياخذ حق الحياه من انسان غيره ابدا. بس نحن مع تنزيل اشد العقوبات، وتعتبر مثل ما قلت انت انه هيدي الجريمه جريمه كتير كتير كبيره مش جريمه تخفيفيه. منشان هيك نحن عم نشدد وعم نعلي الصوت انه بدنا محاكمه سريعه ومحاكمه باشد العقوبات لهيدا الانسان بمحكمه مدنيه. اليوم كيف حتشتغلوا بمجلس النواب على هذا الامر؟ هل حيكون في مشاريع قانون؟ اليوم حيكون في مطالبات للقضاء؟ كيف حتشتغلوا؟
أنا قبل ما جيت اتصلت بالدكتورة عناية عز الدين اللي هي رئيسة لجنة حقوق الإنسان حقوق المرأة والطفل، وأكدت لي أنه هي على اطلاع بكل الملف ورح تطلب كل الملف لعنا على اللجنة لحتى نناقش فيها ونواكب كل المحاكمة عن كثب ونتأكد أنه الأطفال هن رح يكون عندهم رعاية نفسية اجتماعية والأهالي محميين وبنفس الوقت القضاء ياخد مجراه. شكرا لك على هيدي المداخلة. أيضا سينتيا زرازيري موجودة بهيدي الوقفة هون، رح نشوف إذا ما زالت موجودة. هي خلينا كمان نجرب نحكي مع سينتيا زرازيري. يعني اليوم وجودك اكيد قيمه مضافه للموجودين اللي هون اللي عم بيطالبوا اليوم بتجريم الاغتصاب نواب التغيير. كنا عم نشوفكم دائما على الارض ان كان بمسيرات عم بتطالب يعني احتجاجا عن قطاع الكهرباء او حتى ضد الاغتصاب. شو بتقولي اليوم من امام قصر العدل؟ اليوم في جريمه ما ممكن نسكت عنها، في جريمه عم بجربوا يطمشوا عليها، ولكن للأسف طلع لهم نواب ما بخافوا من شيء، طلع لهم ناس، طلع لهم جمعيات، طلع لهم أفراد خايفين على سلامة هالأطفال أكثر من ما خايفين على صيتهم أو على مصالحهم. عيب اللي عم بيصير. نحن عم نحارب بعدنا، إذا أطفال عم بيتاكل حقهم مش قادرين يدافعوا عن حالهم بدهم يجوا يهددونا أو يضغطوا علينا تنسكر على الموضوع، هذا الشيء معيب. نحن عم نطالب بأشد العقوبة للمجرم، هذا المجرم لا يمكن ولا يوم من الأيام يرجع يظهر بين العالم تيرجع يقترف أي جرم من هالنوع. سلامة الأطفال النفسية كثير مهمة، نحن نطلب متابعة، مشان هيك لازم كل شيء ينفضح تنقدر يصير فيه متابعة لحماية مجتمعنا مستقبلا كمان. أنت مع الإعدام أو أشد العقوبات والحبس مدى الحياة؟ أنا إذا الدولة مستعدة تحبسه مدى الحياة مع أشغال شاقة أنا طبعا مع هيدي الأوبشن، ولكن حدث ولا حرج، إذا هيدي الأوبشن مش موجودة لازم نفتش على خيار آخر. كيف حتشتغلوا أنتم كنواب اليوم تغيير بهيدي القضية بالتحديد وخصوصا النساء منكم؟ نحن رح نحمل هذا الملف ورح نتابعه، وعم نشتغل على القانون وعلى تطبيقه، ورح نروح كمان في على لجنة المرأة والطفل. أنا باللجنة رح أحمل معي هذا الملف وأطلب دعم النواب البقية بكل مجلس النواب. شكرا لك سينتيا زرازيري من أمام قصر العدل بهيدي الوقفة اليوم اللي عم بتطالب بحماية هؤلاء الأطفال. عم نشوف اليوم الشعارات المرفوعة ضد السلطة اللي بتحمي المغتصب وضد السلطة اللي بتبرر قتل النساء كفا. وأيضا كانت النائبة بولا يعقوبيان موجودة خلال هيدي الوقفة أيضا للمحاكمة السريعة للمجرم وحماية الضحايا وذويه. بيعتبروا اليوم بأنه حامي المغتصب هو شريك بهيدي الجريمة. شو بتقول زيادة على هيدي الشعارات اللي رفعتها؟ يعني كتير واضح أنه حيلا حدا بيحمي مجرم، بيحمي مغتصب، بيحمي مغتصب أطفال، هو إنسان عايش ما بده مصلحة البلد ولا مصلحة الشعب اللبناني. فكتير بوضوح واضحة إذا السلطة ناوية تحمي المغتصب يلي عمل جريمته بالقاع، كتير واضح لمين هن نفوذهم ولمين بالهم يحموا، مش بالهم يحموا الشعب اللبناني. شكرا لك على هيدي المداخلة. هيدي هي الأجواء من أمام قصر العدل. عم نشوف بأنه تجمع نسائي هو كان عم بيزيد هون أمام قصر العدل. البعض سجلوا اليوم موقف واضح بهذا الإطار ضد المغتصب اليوم الياس ظاهر اللي اغتصب 20 طفل. أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. يعني اليوم اغتصاب 20 طفل صعب كتير لزويهم وأيضا للمجتمع كتير، كيف ممكن حماية هؤلاء الأطفال برأيك؟ اليوم في خلية أزمة لازم تصير بطريقة كتير سريعة بين وزارة الشؤون، بين وزارة الصحة وأكيد وزارة العدل. كتير ضروري هول الأولاد ينحموا، ينعمل لهم دعم نفسي ولأهاليهم بالذات، يبعدوا عن كل التليفونات والضغوط اللي عم بتصير من رجال الدين ومن السياسيين، ينعمل لهم خلية بس لقلهم تنحافظ عليهم وخليهم يحكوا بأريحية تما هيدي الجريمة المورعة اللي صارت تأثر عليهم نفسيا ولمستقبلهم. ولكن ضروري نطلب بس يتحاكم ياس الظاهر هيدا المجرم
المغتصب لازم يتحكم بطريقة سريعة بعيد عن المحاكم العسكرية بمحكمة مدنية فورية بأقصى تشديد العقوبة تيتعلموا الآخرين، لأنه ما فينا كل فترة نسمع اغتصاب ما يتحاسب المجرم. أنا عم سميه المجرم الوحش، اليوم لازم يتحكم بأسرع وقت. يعني بالأمس كنا عم نشوف بمصر القضاء اللبناني أنصف اليوم جريمة ضد نيرة اللي قتلت على يد هيدا الشاب اللي تم الحكم بإعدامه، ما بين مقارنة اليوم ما بين لبنان ومصر، برأيك رح نوصل لمرحلة الإعدام أو هل هي أوبشن اليوم لمعالجة هيدي الأزمة، أزمة الاغتصاب؟ المعالجة لازم تكون بأقصى وأشد العقوبة، ولكن مش مع الإعدام شخصيا، لأنه الإعدام هو ضد حقوق الإنسان. لازم نشد العقوبة، ما لازم يطلع من الحبس، لازم يروح على المؤبد، ولكن الإعدام بحد ذاته هو قرار خارج حقوق الإنسان. مع لبنان يعمل محاسبة سريعة، محكمة سريعة، ويحطوه بالحبس مؤبد ويتعلموا البقية من هيدي المحاكمة. مشان هيك لازم، ما لازم نتمثل بمصر، ولازم نتمثل فقط بالحكم السريع الفوري. شكرا لك على هيدي التعليق، وطبعا مهم اليوم نعرف كيف ممكن هيدي الجمعيات تساعد بهيدا الإطار. هيدي الوقفة كانت أمام قصر العدل، وتحديدا وقفة الغضب اللي أسموها ضد قاتل الطفولة والمغتصب الياس ظاهر اللي للأسف اغتصب 20 طفلا في منطقة البقاع وتحديدا من القاع. سمعنا اليوم الدعوات يكون في أشد العقوبات بحقه من قبل القضاء اللبناني لإنصاف هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، ولا يتحمل المجرم سبب أعماله الجرمية. إذن كانت هيدي هي الأجواء من أمام قصر العدل. شكرا لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة شبيلي وربيعة دعوق.